السلام عليكم، اليوم راح اطلب من متجر هوم سنت والدفع عن طريق تمارا. اولا نختار المنتج المطلوب، نضيفه للسلة. مثل ما تلاحظون اعلى الشاشة فيه رقم 1 بالاحمر، اضغط عليه وتفتح لي هذه الصفحة. اتمام الطلب، اضغط عليه، بعدين احط او اكتب رقمي وراح يوصلني رمز التحقق، اضيفه للدخول او لتسجيل الدخول الى المتجر. راح تفتح لي هذه الصفحة اللي هي اضيف عنوان الشحن واختار شركة الشحن والدفع، تغيير طريقة الدفع واختار تمارا، بعدين احط بريد الالكتروني واكد الدفع. تطلع لي هذه الصفحة من تمارا اللي هي التحقق من رقم الجوال، اضيف الرقم حقتي، بعدين توصل لي رسالة رمز التحقق، اضيفها، اكون قارية افضل شروط واحكام تمارا، وبعدين اضغط على متابعة. بعدين مرة ثانية متابعة عملية التحقق، وادخل بياناتي، البيانات هويتي اللي هي رقم الهوية ويوم الميلاد. بعدين بيوصلني هنا الرقم 91، نحفظه، وبعدين اضغط على افتح تطبيق نفاذ، قبول، اكمال، بعدين الرقم اللي انا حفظته قبل اللي هو 91، اضغط عليه، وبعدين الرمز الشخصي، وبعدين هذه النقطة مهمة جدا لا تعدونها اللي هي السمات الحيوية ليتم قبول الطلب. وبالفعل تم تحقق وقبول الطلب بنجاح، الرجوع إلى تمارا. بتفتح لي هذه الصفحة اللي هي قسم فاتورتك، يا إما تخليها إلى 4 أقساط أو 3 أقساط أو قسطين. 4 أقساط يعني خلال 4 أشهر تدفعينها، 3 أقساط خلال 3 أشهر تدفعينها، قسطين خلال 2 شهر بإذن الله. الخانة اللي تحت اللي هي المعلومات، معلومات بطاقتي البنكية، أضيفها لإتمام عملية الدفع. وبالفعل يدقون علي شركة تمارا لإتمام الطلب أو إلغاء الطلب. لإتمام الطلب أضغط الرقم 1، بعدين تفتح لي هذه الصفحة اللي هي شراء القسط الأول طبعا، وتم الدفع بنجاح، وتم الطلب من متجر هومسنت بنجاح.